السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف ومن قلب موسكو، من قرب محطة كامسامولسكايا اللي فيها ثلاث محطات رئيسية، كازانسكي، لينينغرادسكي، والثالثة مش فاكرها. المنطقة هنا طبعا باستمرار فيها ريموند او تجديدات او تكسير او تغيير طرق او تجديد طرق. سيبنا من الموضوع ده، خلينا في الفندق اللي ورايا ده. ده فندق هيلتون لينينغرادسكي او لينينغرادسكايا كاستينيسا. ده يعتبر من اعلى المباني طبعا، زي ما الناس اللي قاعده في موسكو عارفه، من اعلى المباني اللي موجوده في موسكو. اتبنى سنه كام وكان ايه قصته هحكي لكم عليه دلوقتي، ثواني خليكم معايا. الفندق ده تاسس حجر اساسه في اوائل الخمسينيات، سنه 51 ولا حاجه، انتهى البنى بتاعه سنه 1954، مبني في عصر ستالين بالستايل الستاليني اللي كان فيه الأباهة والفخر والارتفاعات علشان تنافس السكاي سكرابرز أو ناطحات السحاب الأمريكية. فده كان مثال منهم، وأسس كفندق لينينغرادسكي أو لينينغرادسكايا غاستينيتسا. عبارة عن 21 دور، 19 دور بس هم المستخدمين. في ثلاث أسانسيرات أعتقد، وأسانسير واحد اللي هو بتاع الستاف. طبعا في مطعمين ثلاثة، في حاجات كتيرة كده. الروف بتاعه حاجة واسعة كده، حاجة 40 متر. هو 40 متر ده حاجة واسعة؟ وريني كده. على متذكر كان 40 متر مربع الروف بتاعه، يعني ينزل فيه طيارتين ثلاثة، لا طيارتين هليكوبتر بس. لا هو بص، هو شكله كده مش 40 متر مربع، 40 متر مربع ده تقريبا المكان المخصص لطياره واحده. هو على ما اتذكر كان يتسع لاربع طيارات، يعني 4 في 4 160، لو هو اقل 160 حاجه بسيطه، هو يمكن 140 متر مربع اللي فوق، لان طبعا مش عند الحته اللي فيها النجمه. المهم هو طبعا مفيش مكان اصلا للطيارات الهليكوبتر، هو بيسوها بس مجازا ان يقول لك ينزل فيها كام طياره، اللي هو الروف مساحته ايه. دي بس بتبقى في السكاي سكرابرز، بتبقى مقياس يعني المقاييس. طبعا هو قبها وجميل من بره ومن جوه عبق تاريخي قديم، ولكن يعني مش زي الحاجات يعني جراند حياته او الحاجات اللي هي 7 ستارز، ده اقل شويه يعني. ده تحس تقييمه انا في وجهه نظري ان هو يمكن 4 نجوم، لكن المشهد التاريخي وتاريخ المبنى نفسه يديله النجمه الخامسه. زي ما انتم شايفين هنا ترامفاي، يعني تحالف قوى الشعب، التكاسي والعربيات الخاصه والترامفاي والقطر هناك والاوتوبيسات والمترو تحتينا، وهنا هو الاوتوبيسات هناك المزدوجه اللي هو قطعتين، وجسر هنا وفي تكسير هنا وفي تكسير هنا، كله في ميدان واحد وانا واقف في النص مع الفندق الفاخر ده. هي دي موسكو، تحالف قوى الشعب، تحالف قوى القطاعات المختلفة من المواصلات ومن الناس ومن أي حاجة في أي حتة. وتشوفكم على خير وحفظ الله. السلام عليكم.